قال أحمد نور الدين الخبير في قضايا شمال إفريقيا والمتخصص في قضية الصحراء إن إسبانيا طالبت بريطانيا بتسليمها الجنرال بينوتشي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وما استجاب له القضاء البريطاني، مضيفا خلال حلوله في برنامج ما وراء الحدث على قناة ميديا أن تي في أن هذا الاجتهاد القضائي يحرج الدولة الإسبانية بسبب عدم متابعتها للمدعو إبراهيم غالي، رغم أن هناك دعاوى قضائية لدى العدالة الإسبانية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية كتلك التي ارتكبها الجنرال بينوتشي. في تاريخ هذه الدولة، وكلكم ربما والمشاهدون الكرام أيضا يتذكرون القاضي غارثون بلتاسار سنة 1998 الذي كان قد طلب من القضاء البريطاني اعتقال المجرم، مجرم ضد الإنسانية، الجنرال بينوشي، أوغوستو بينوشي، الذي كان ارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من التعذيب والاعتقال والاختطاف والقتل العمد والتحريض على القتل بوصفه رئيسا للشيلي آنذاك. وطبعا القضاء البريطاني يعني قضى، وكان هناك اجتهاد من القضاء البريطاني من أعلى غرفة في القضاء البريطاني، اجتهادها كان مفاده أن يعني ردا على دفعات الرئيس الشيلي أو المجرم الشيلي أوغوستو بينوشي، ردا على دفعات الحصانة الرئاسية التي توفرها منصبه كرئيس، كان الرد وهو أن من الغرفة البريطانية العليا الاجتهاد، وهو أن الحصانة فعلا يعني تكون لرؤساء الدول سواء الذين يمارسون أو حتى أثناء مغادرتهم لكرسي السلطة، ولكن الحصانة وهنا الاجتهاد الحصانة تكون فيما يتعلق بالمهام الرئاسية التي يخولها له القانون، بينما الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد حقوق الإنسان والاختطافات والتعذيب والاغتيالات والتحريض على الاغتيال والأمر بالاغتيال خارج القانون، هذه ليست من مهام الرئاسة، وبالتالي فهي ليست معنية بالحصانة، ومن ثم يعني تم إبطال دعوى الحصانة، وأصدرت المحاكم البريطانية في لندن يعني أمرا باعتقاله، وبعد يعني تسلمها لطلب ثاني من القضاء الإسباني بتسليم هذا المجرم، تم تسليمه في نفس اليوم. يعني هذه الحادثة يعني تجعل، أو نقول هذه الواقعة تجعل على أنه نحن الآن أمام يعني جوريسبريدونس بالنسبة للقضاء الإسباني، حيث أن الإسبان الآن هم الوحيدين في العالم الذين لا يمكنهم أن يجيبوا ضحايا الزعيم الانفصاليين، وتقريبا يعني لدينا هنا تطابق في جميع الجرائم، لدينا جرائم الاعتقال، لدينا جرائم الاختطاف، لدينا جرائم التعذيب، لدينا بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التي هناك يعني العديد من المعتقلات. وفضلا عن ذلك المعني بالأمر موجود في التراب الإسباني، وليست هناك حاجة لطلبه من دولة أخرى. نعم، يعني الدعاوى مرفوعة فوق التراب الإسباني، والتهم هي نفس التهم التي كانت موجهة لبينوشي، والقضاء هو نفس القضاء، نحن أمام إسبانيا ولسنا حتى بحاجة إلى طلب تسليمه من دولة أخرى. إذن الإسبان في الحقيقة اليوم هم أمام، يجب أن يواجهوا حقيقتهم أمام المرآة اليوم، فإما أن يكونوا دولة تحترم القانون وتحترم قضاءها وتحترم يعني القواعد القضائية التي يعني يعترف بها القضاء والمشرع الإسباني.